Ouais, dites-en. هذه راه ماشي إيجليز، هذه راه جامع، مسجد، مسجد القدس. التحدي باقي مرفوع لهذاك اللي قال لك انا نجيب لك لايف من عندنا، قلت له جيب لي لايف من لافين ولا من الحراش لساحة الشهداء، مقبرة الشهداء، ساحة الشهداء عندهم ماشي مقبرة، ولا من الحراش لمقام الشهيد. الا قدر يدير شي لايف لايفين ما يحبسوش العسكر، باسكو العسكر كاين باغتو. انا كندير لي لايف ان بو دو باغتو، كنديرو المغاربة حقيقة، المغاربة اللي متوحشين بلادهم، باغي نشوفو بلادهم، شوفو لي كارتي ديالهم. كل نوبة كنطيح في شي كارتي ديال شي اغ ام شي غوسوغتيسون ماروكان، شي مغترب في المغرب عايش لخروفا وداكشي. كنبغيو نديرو لي هاد لي بتي فيديو هادو في الاحياء، ما كنقلبوش ما كنختاروش والله القسم، الى اوازاغا من مودس كنشعل بورطاب جيني غيان ابيغ، وكنبين لا ليبرتي، وكنبين الامن، وكنبين الحياه العاديه ديال المواطن. ما كانش تحرش، ما كانش حقره، ما كانش كاينه الحريه كيما بغيت. ها واحد كروسه يبيع خي الزول خضراها، ما كروسه النعناع شرادها لي فخويها الخضره حدا حانوت، ما كانش اللي يمنعو، ما كانش. راه الناس كدير الدعايه وكتكذب وكتبين كل ما هو سيء وكل ما هو ماشي خدمتي هذيك. انا الحرفه ديالي اخرى، اما الفيديو انا غير مقصر قصار، واخا بعض المرات كنبغي نحبس الصراحه لان هناك ملاحظات كتكون في غير محلها، ولكن كنصبروا واش غادي نديروا، كنصبروا على وجه دوك المغتربين اللي هما برا الجاليه المغربيه اللي كيقول لك اودي بقى معنا انت ما راه بلا تنقد هاد الفيديو عاد نزيد. اول حاجة كنشكر كل المتفاعلين صراحة، و واحد باش ما ننساش، واحد خينا راه كيدور في المغرب و باغي يدير لادسونس وباغي يدير لي في على حساب المغرب، لقاو ان المغرب الناس كتبغي تتفرج في لي فيديو ديال لي زالجيريان، لان حكمت ليهم مزيان، قال لي زالجيريان اللي دايرين قنوات في المغرب حاكمه ليهم مزيان مزيان. حتى كذلك اللي وحدين في الجزائر كيعتبروا راسهم مغاربه، حتى هما تحكم ليهم لان هما كيشوفوا فيهم غير الجزائريين، وهنايا هادو الجزائريين اللي هنا كيشوفوا فيهم غير المغاربه. دونك نتمنى يردوا البال لواحد خينا راه باغدون يرد ان يردوا البال لهاد القضيه هادي. راه السيد راه كيمشي شي بلايص وكيدير دعايه على المغرب، وراه اخر الصور ديالو اللي كنشكرهم دوزوها في الفيسبوك ديال واحد خينا مشى للبلاصه اللي كيتزرع فيها الحشيش، الكانابيس ماروكان، الكانابيس ماروكان، وقال لهم الحشيش هو هذا موجود، واللي بغى يكميه يكميه في المغرب مرخص وكذا، وطلق شي دعايات باش ياكد الاطروحه والدعاءات ديال الكابرانات. حنا الحشيش عندنا ما مسموحش تكميه في المغرب، الحشيش ما مسموحش به تكميه في الاماكن عموميه ولا في شي بلاصه، تكميه في دارك ربما ما يشوفك حتى واحد محل ديالك، اما تكمي هكذا برا راك تعاقب عليه، تنزل المحكمه، دوز المحكمه وتعتقل عليه حمل وتدخيل الحشيش وبيع الحشيش جنايه في المغرب، ماشي غير جنحه، راك تعاقب عليها.
ولكن احنا كنفتخروا بالحشيش لان زارعينه حتى الجزائر، مزروع الحشيش ديال الجزائر، الكيف مزروع في الجزائر ولكن ما صادقش، ما عندوش لا فالور، لان ماشي نفس التربه وماشي نفس مزروع بزاف، عده مناطق في الجزائر مزروع فيها الحشيش. ما يمكنش شي حاجه مزروعه في المغرب ما يزرعوهاش، باغيين يزرعوهم حتى الشجره ديال املو. تليفون او لا هادي انت تي مزيان قرايه مزيان، هذا هو ليسونسييل. ما درك ما قلتي لا بونجور لا بونسوا، السلام عليكم. بصح قول السلام عليكم بعدا. السلام عليكم. ولا ما بانلكش بلي راه كاين لايف؟ ما بانلكش؟ لا. ها؟ نقول لهم سمحوا لي راه ما عرفتش بلي كاين. ما كنتش عارف بلي كاين لايف. ما كنتيش عارف، صافي مسموح، مسامحة، صافي، فوت بروبليم. قول لهم تحياتي من المغرب. تحياتي من المغرب. المغرب، المغرب. المغرب. لو ماروك، واخا كيك لايف. لو ماروك. ياك. موروكو. لالجيري. صافي، بدينا. شنو هما دابا شوف؟ بغيتي التليفون باش تلعب هاك. حنا مفتخرين بالزطلة ديالنا، ولكن كنقول لك راه هنا كيعاقب عليا، راه وقيلا راه دارت كدايره مديوره انيتيد، جو سي با شنو الصحيفة قريتها توتالا، صحيفة واش فرونس براس ولا شي حاجة ولا سويس شي جورنال، كيتنبا ان المغرب غادي تكون عنده ان روسيت دو 50 مليار دو دولار في لا بروشين سيزون في الحشيش، ولكن راه فارماسيوتيك بان لك المغاربه كيتسارعوا. دابا هما كيتخيلونا كنفيقوا مع الصباح كنشعلوا جوان ونمشيو نديروا لاكو باش نبوسوا يد الملك. الملك راه كيخرج راه كيديروا معاه السيلفي كيتصوروا معاه. نتحدى انا تبون ونقول شنقريحه لان شنقريحه هو الرئيس ديال الجزائر، نتحداه يخرج الشوارع الجزائر ويدير السيلفي مع الجزائريين، غير ما مصريجم ديال الطوموبيل تي باس لا سون، غير مصريجم سي فري. اسلام ما مساليش، خصو يدخل لي جو، خصو يدخل. والله شوف، والله الا اسلام الا بيان فورمي بوليتيكمون في الواقع، حنا ما ديرولوش لافاج سيرفو، هو الا سي كوزان، الا سي كوزان الجيريان، وانا عندي مي كوزان الجيريان، وعندي خوتي الجيريان كذلك، عندهم لا تريب ناسيوناليتي فرونسي الجيري وماروكان، فهمتي، وعندي لي زامي الجيريان، ولاد الحومه الجيريان. إيزون كومبخي دابا، قال لك أودي في الأول كانوا منارفين عليا، واليوم فهموا على أنني أنايا كنشوف على أنهم هما ضحية للافاج سيرفو. كاين اللي بغى يبدل العقلية ديالو وشاف الواقع ديالو، وكاين اللي بقى عايش بالمواقع وبقى حاقد على المغرب بلا سبب، كي تقول ليه بوركوا واي يقول لك أي دون نو واي، ما عارفش علاش. وكاين اللي كيقول لك بيكوز أوف ذا ساند وور ولا بوكوز اس بتراين امير كادر، يقول لك اكوز دو لا غير دي سابل حرب الرمال، ولا امير عبد القادر كادر داروا لنا حلالات كادر. كنقول لهم سيروا شوفوا برغنار لاغون، ما كيبغوش يشوفوا. كنقول لهم سيروا شوفوا التاريخ المؤرخين، سيروا شوفوا شنو هي القصه ديال كادر مع مولاي عبد الرحمن، شنو هي القصه ديال علاش قصة ديال معركة واد إسلي، شكون هو علاش كانت معادلة للمغنية. ما نبغيش نهضر بالتاريخ لأن شوية لأن المتتبعين ما يبغوش التاريخ بزاف، الأغلبية باسكو الناس راه قرات كلشي قاري، ما كاينش أنا جاي نقري التاريخ المغاربة، ما عارفين فهمتي. واد تفنا راه كنا كنعوموا فيه حنا، واد تفنا راه جاي ما بين يبدا جو بونس مشيت، المهم واد تفنا راه كان في نواحي تيليمسان، نواحي الرمشي، كيمشي حتى لرجبون وبنينصاف، فهمتي؟ كاينه قصه ديال الامير عقاد تماك مع المغرب،
على حساب المؤرخين وعلى حساب الشهادات وعلى حساب الوثائق. الامير كادر راه ادريسي واش غادي نقول لكم؟ راه حنا دو توت فاسون ماشي شغلنا، اللي شغلنا هنا هي با دو ريزون دو لا ان الجيريان كونتر لي ماروكان، اباركو الخبيث ديال بومبلا، خبيث الخبثاء لهلا يحرق فيه شي عظم، فهمتي؟ خصو يمشي للعذاب صحيح، خصو يمشي للعذاب صحيح، لان راه هو من المنظرين، من المنظرين ديال الحرب على المغرب والحرب على الملكيه، هو من المنظرين ومن عبدة جمال عبد الناصر القوميين، وهو اللي قرا وهو اللي فورماتا حتى هو بوخروبا معاه مع جمال عبد الناصر، وفي الاخر بوخروبا دارها ليه مزيانه، ها كازا مزيان. شتي انا نقول لكم واحد القضيه ربما ما قالها لكم حتى واحد، شتي عسى ان تكرهونا شيئا وهو خير لكم، عسى ان تحبونا شيئا وهو شر لكم. انا كنقول لكم لو كان بن بلا بقى رئيس ديال الدوله كره الحرب من ديك الساعه قبل من قضيه الصحراء الحرب ما تحبس مع المغرب، لان بن بلا كانت عنده عقليه يحارب المغرب حربيه، لانه هو التكوين ديالو العرس الارمي فرونسيز. بومدين ما ماشي حربي، بومدين ماشي ديال الحروب، بومدين غير ديال الانتهازي، وخروبه غير انتهازي يقلب على القوامل بحال دوك اللي كيقلبوا فين ما كاين شي عرس يدخلوا ولا كاينه شي وعده ولا شي جنازه ولا يدخلوا، هذاك هو بومدين حطوه. اما بالنسبه لبن بلا، بن بلا ديال الحرب، ديال الحرب. اما بوخروبه يدير الشمه هنا وشمه هنا، هنايا كاله وهنا كاله، وحده بالكون وحده اوركست، وعايش يضرب رويجه يضرب ماسكارا ولا يضرب سيدي ابراهيم شويه ديال ديك الساعه كان الباو، وكان 33 كان يضرب 33 والباو، مهني مع راسه. شكون اللي دخل لي هذه الافكار؟ بن بلا، لان بن بلا التكوين ديالو عسكري وكان في الجزائر وكان مع العسكر ديال فرنسا، فهمتي؟ ومخروبه كان تابع غير الزرود، تابع غير الزرود، فين ما كان شي زرده كيمشي ليها، فهمتي؟ كان مكحط مقطع، الصور راه كاينين ماشي حنا اللي درناهم، لي فيديو راهم كاينين ماشي حنا اللي درناهم. بن بلا كان بن بلا هو اللي زرع الكراهيه، وبن بلا هو اللي نكر المغرب، ماشي فرحات، فرحات داروا ليه انقلاب حيدوه، ولكن بن بلا كيعترف بها، راه كيقول لك كونت يساجي دان كادو دو لا فرونتيير اون بو با دير نو. نكرو محمد الخامس، كانوا كيهبطوا عند محمد الخامس وكيبوسوا ليه يديه ويطلبوه ويمشيو عنده، وفي الاخر بغيتي تشوف، شوف تدخل شوف اللقاء ديال بن بلا مع لي جورناليست فرونسي، وشوف بن بلا اللقاء ديالو مع احمد منصور، ما كيقدرش يجبد المغرب، كيقول مراكش، كيقول مراكش دولة مراكش، فرنسا ما كتقولش دولة مراكش، ها لا فرونس اللي تستعمرت المغرب العربي اللي سموه المغرب العربي وافريقيا وفي المشرق، كتقول الماروك، تقول ليه المغرب لو غوايوم دي ماروك. وبن بلا المجرم قال لك احنا اكوتي، واحد الجمله قالها باقي عاقل عليها، قال لهم جيس اكوتي دو مغنيه ا كلكو كيلومتر الي ان بيي كي في او موين اج، زعما بحال هو حيت عقليه ديك الساعه فرنسيه كان فرونسيزون، وكان يبان ليها الطقوس الملكيه انها موين اج، انها عصور الوسطى، وهذه الفكره ادخلها الجزائريين، والجزائريين باش دخلوا، باش دخلوا ضد المغرب داروا عليهم بالدين، كيقولوا ما ودي حرام الركوع وحرام بوسال الدين، ولاو كيكرهوا المغرب بديك الفكره على ان المغاربه كيعبدوا الملك، ماشي كيقولوا ما ودي هذوك راه طقوس قديمه محترمه برضا المغاربه، هو هذوك طقوس ديال الرموز، وهو رمز من رموز الوحده ورمز من رموز الهويه المغربيه، وهذا الشيء كان في منذ ادريس الاول مدرو. لا ما يقولوا لهمش هذا الشيء، لا ما يقولوا لهمش هذه الهضره هذه، يقول لهم اودي راني في التينال دابا نسهم التينال راه ولات فيه الهضره، اسمع غولي دوسمون التينال هذا سميتو الموحدين. المهم تشوفوا شويه التينال بعدا، شوف المهم اللي بغيت نقول لكم ان بن بلا بوخروبه خاطي هذا الشيء، واخا تشوفوا تتعيا وشحال واحد كيحقد على بوخروبه، بوخروبه ورث الكراهيه مع عند بن بلا ومع عند جمال عبد الناصر،
وعمرهم يقولوا للجزائريين على ان هذوك الطقوس على المغاربه دبر راسهم داكشي شغلهم الا كانوا كاع يعبدوا الملك وحنا مالنا. المهم ما ياديوناش، المهم ما يتعداوش علينا، المهم ما يهجموش علينا. ولكن هما لا، هما كي استقلوا بداو يقولوا للجزائريين خصنا نحيدوا المملكه، خصنا نحيدوا العبوديه، ويا راه باش يديروا ديك العداوه ضد المغرب باش يبقاو شادين السلطه، يبقاو شادين داك البوفوار، لانهم كانوا غير شرعيين وغير منتخب عليهم، ما كانش اختارهم الشعب. لا، كانوا فرضوا راسهم، داروا حكومتهم وداروا دولتهم بيديهم. ماشي داروا شي حاجه باراده شعبيه او انتخابات او هناك استفتاء. جاوا كانوا في وجده، كانوا عايشين بالكفته والحريره ديال المغرب، ها؟ كانوا عايشين بها. دخلوا قال لك لو سير سوليسيون باش نتهناو من هذا الشعب ما يبقاش يسول فينا، نخلقوا ليه بوعو في المغرب، المغرب بوعو باغي يدي لنا الصحراء وباغي يدي لنا تلمسان وباغي يدي لنا مغنيه وما جا وراهما. والمغرب معروف ما كيديرش حروب، كيتفاوض سلميين. المغرب ماشي دوله محتله وماشي دوله توسعيه، المغرب كان كيمشي بالبيعه، البيعه وما ادراك بالبيعه، فهمتي؟ اللهم البيعه ولا الخديعه، اللهم البيعه ولا الخديعه. والجزائر عايشه بالخديعه، خدع هذا، خدع تونس، خدع المغرب، خدع ليبيا، خدع مالي، خدع موريتانيا، وبقى غادي وقدم الولاء ديالك للشيوعيه، الشيوعيه، ها؟ ومن بعد زيد عليها في الكارتا في دمص معاها الشيعيه المولويه، حتى هي الشيعيه الجيعيه اللي هي دابا عندها مشاكل، والدليل على انه الروينه نايضه في ايران، اضطرابات، مظاهرات، احتجاجات، كيحرقوا الصور ديال الاخر، والملا علق الكندا شفت التكرمه القضيه، وهناك تعتيم، تعتيم عام في الجزائر وحتى في الجزيره وتونس على ما يقع في ايران، على ما بينما في المغرب ما كاين والو، كيقول لك هناك صخب، هناك غضب، هناك احتجاجات، هناك هذا. وانا راه كندير فيديو اكسبري باش نكذب اليوم هذه الاحتجاجات وهذه الصداعات الراس، وكندير لي طراجي بالليل وبالنهار، وديما القضيه هانيه هانيه، كل شيء ناشط، كل شيء غادي بالامور ديالو. اذا غير باش نصحح هذه القضيه، راه بوخروبه، راه بوخروبه مجرم، مجرم، ولكن الاستاذ ديال المجرمين راه هو بن بلة اللي هو مغربي، مع الاسف راه مغربي. والجزائر ولفت المغاربه هما اللي كيديروا دول، دير بهم دول، دارت بهم الجزائر. اول ما تكون دوله الجزائر تكونت بمغاربه، بمغاربه، وبغات تكون عاوتاني الجمهوريه الصحراويه الوهميه بمغاربه، براشيد الوالي، عبد العزيز، قلت لك رشيد الوالي، رشيد الوالي تا هو قصته قصه، تنجيبوا عليه ذاك البرنامج هذا، ها؟ الوالي والطاطا ولا عبد العزيز المراكشي وهذا ابراهيم الرخيص بن بطوش، هادو مغاربه واللي دايرين به مغاربه، وشي حاجه اللي كاينه في اللي كيمثلوا بوليزاريو موريتانيين جزائريين، ها؟ كاع اللي ما تابعش لا ديالاس ما يعطيوليش مهمه تمثيل الجزائر، راه بوليزاريو، انا ما كنقولش بوليزاريو باسكو بوليزاريو راه هي الجيري، الجزائر هي بوليزاريو، والشعب الجزائري رضع هذه الكراهيه، كيقول لك خدعونا، بقات. وكي بدات كتناقص هذه الكراهيه في 88 دخلوا حلوا الحدود، وبدات كيدخلوا الجزائريين ولاو كيعرفوا المغرب، كيقولوا مالنا حنا، مالنا ومال المغرب، المغاربه خوتنا وتهلاو فينا واستقبلونا مزيان وكل شيء موفر عندهم، وداروا واحد المظاهره كبيره واحتجاجات، شويه ديال الفوضى في وهران، ما كانتش، كان شويه ديال الفوضى، فونداليزم، هرسوا الحوانت، حرقوا السينمات، هرسوا لي باتيسري، راك تماك انا حصلت تماك انايا، ها؟ بولفار، بولفار خميستي، وبولفار لا روي دارزو حتى هي، وبولفار عربي بن مهيدي، هادو لا باستي، بلاصه دام ريبوهم، وريبوهم، راه لا كينغ راه سميتها مارشي قرقيطه حرقوه، مارشي قرقيطه تحرق، راني عاقل. الجزائر شافت تعيات خصها تقلب على شي موتيف باش تقطع العلاقات مع المغرب وتسد هذيك الحدود، جاتها لوكازيون، والمخطط اللي هو مدين توفيق وخالد نزار قال لهم لا بغيتوا تطلعوا العسكر للشمال ويحبسوا ذاك الجدار اللي راه كيديروه جدار اللي كيحمي الصحراء، نوضوا لهم البلبله الفوق لان كيعتمدوا على السياحه، وسيروا ضربوا لهم المناطق السياحيه باش السياح يهربوا، والمغرب تولي عنده عزله ويولي عنده فقر في المدخول، والبي بي البرودوي انتيريور بريد ديالو يطيح، يولي المهم تستنزف ثروات وخيرات المغرب، وكذلك تحرمه من المداخل السياحيه ديالو، ودير ليه الفوضى،
ويطلعوا العسكر ديال اللي كاينين اللي كيبنيو في الحائط ديال الامن اللي راه اليوم وصل الجدار الامني اللي وصل حتى لموريتانيا ويديروا ما بغاو لانه كانوا كيختطفوا وكانوا كيسجنوا وكانوا كيقتلوا اي اون ميم طون طلعوا داروك عارف ديال اي تي دير لافير ديال المغاربه الجزائريين اللي عندهم الباسبور فرونسي اللي كانت مدفاهم الجزائر وكانت تعاملت معهم السفاره ديال الجزائر في المغرب عن طريق لا دي ار اس وداروا العمليه ديال الاطلس اسني وقتلوا الناس ابرياء واختاروا الاجانب ما قتلوش مغاربه قتلوا اجانب جو بونس سيتي دي اسبانيول ما عارف والقضيه دار جا المغرب دار حمله مراقبه لي فيش دو رونسينيمون ديال الجزائريين اللي حاصلين في المغرب ايوا هما طلقوا ديك الدعايات وجابوا التحاديح وجابوهم امام الاعلام كيقولوا ان المغرب اعتقلهم وعذبهم وبيتهم بالجوع وكذا وهي غير الكذوب هي ما كاين والو والو بحيت انا كانوا عندي نسابينا كانوا عندي لا فامي ديالي هنايا والله ما عيطوا انا مشيت كاع عندي القايد صاحبي كان ديك الساعه المدغري قلت واش كاين شي حاجه نعطيك شي معلومات على السكان اللي عندي اللي جاوا ضياف اللي جاوا عندي من الجزائر قال لي لا لا قال لي ما كاين والو حنا عارفينهم قال لي ما كاين واش كوميساريه واش نمشيو لا ار جي ولا نمشيو قال لي لا والو والو ما كاين والو ما تمشي للدياجي ما تمشي للار جي ما تمشي لوالو قال لي ما كاين حتى حاجه ايوا من بعد المغرب الى انستيتي الفيزا قال لهم اللي بغي يدخل فيزا ايوا انا طلع الجزائري باش تجاوبهم قالت لهم اسيدي حنا ما كان لا فيزا لا والو حنا نبلعوا هاد الحدود سدت الحدود وتهنات من المشاكل ديال الجزائريين اللي ولاو يعرفوا ان المغرب راه دوله بخير وعلى خير فيها حريه فيها خيرات فيها ماشي هي المغرب اللي كيحكيو عليه ماشي هو ذاك المروك اللي كيحكيو عليه انه راه عايش في القهره وعايش في الجوع والحرمان والحقره والعبوديه شافوا مغرب حر شافوا مغرب ديال التجاره شافوا مغاربه زوينين ظريفين كرماء كيعطيوهم داكشي اللي بغاو كيتعاملوا معاهم صراحه باعوا وشراوا معاهم كلشي ولكن اللي هو مهم الجزائريين اكتشفوا على ان المغرب ليس المغرب اللي كيحكي عليه مخربه والدعايات الجزائريه من تماك سدوا الحدود ومن تماك هذا الجيل اللي تزاد الجزائري اللي تزاد في التسعينات والاخر ديال الثمانينات راه ما كيعرفش المغرب شكون اللي كيعرف المغرب اللي عنده امكانيات ديك الساعه يشد طائره الجي كازا ولا اورون كازا وكيجي للمغرب ولكن كوميرسون كيجي يتقدى ياخذ يمشي يطلع قيصره الحفاري ولا كيهبط لفاس سيرتو كازا سيرتو قيصره الحفاري والقريعه وباب مراكش كيتقدى السلعه بالكرو بدعيات جابادور البلغات السمطات قفطان المهم كل ما هو تقليدي كل ما هو تقليدي نساء ورجالا كيديوها بالكرو في الطياره وكيرجعوا كيمشيو ليه ما يحكيو والو ما يقدرش يحكي يقول لهم راه المروك ربكم راه المروك راه هذا كما كيهضر هذاك استغفر الله غفور رحيم والو يضرب الطم بحال ما كانش المغرب باش ما يحرمش راسو لان غادي يكون مراقب يدخل يخرج للمغرب ولا قال لهم المغرب راه احسن من الجيري غادي تحرم داك الكوميرس ديالو حتى لا شوم دي كوميرس ديال المغرب الجزائر كانت باقيه مشتركه ولي غرون كوميرسون عمرهم صرحوا على ان المغرب راه بخير وعلى خير ولا هكذا بعد السياسيين اللي قالوها وجابوها في راسهم راكم شفتوا النقاش شنو كان كاين يقول ها تداوه للسجن وترماتيزاوه عاد ولا كيقول هضره اخرى رشيد ها كيقول المغرب وكذا ويتحسر على بلادو وجا لطونجي تاك وصور طونجي تاك وقال لهم شوفوا راه ورقه ما مليوحاش راه القضيه نقيه وراه قال غير واقع ودابا انا كنصور دابا في لافيل واش بان لكم شي زباله ولا شي وساخ ولا بانت لكم شي حاجه هذه راكم تشوفوا هذه راه غير وهرن هذه راني نصور غير في وهرن ها هذه راه وهرن ها انت دايرين الدعايات على وهرن فيها الزبل وفيها انت انت نقيه ها انت كل شيء نقي كل شيء بروب باش تعرف اللي مدينه وهرن الباهيه راه اجمل مدينه في العالم اللي لاحظتوها الايامات راكم شفتوها معايا اللي متبعين لي فيديو ديالي هذا كار ديال التوريزم ولات واحد الالاف ديال لي توريزم كينزلوا هادو جايين هادو هوتس هادو راه جايين لوتيل فور سيزون هذا فور سيزون سي ان اوتيل بريميوم 5 ايطوال بلس 5 ايطوال فهمت راه كنت شي نهار راه دوزت لكم لداخل كنت فيه لداخل كنت تغديت فيه ومره شربت فيه قهوه مع الصديق ديالي الورطاسي ودوزت لكم الانتيريور الشيميني وكذا نهار اللي كنا نهار اللي قطعوا علينا الغاز ودينا كنطيبوا بالحطب فهمت الا مشينا بهذه الفكره ديال ان هاد الشباب الجزائري اللي تزاد في الثمانينات والتسعينات ما يعرفش المغرب ما يبغيوكش تعرف لهم المغرب ما يبغيوش فهمتي
غادي يقولوا ليه راه هذاك الشيء غير كذوب، هذا الشيء اللي كيوريه هذا الابراهيمي وهذا الشيء راه غير كذوب، راه ما كاين والو، راهم قهورين وراه كيوري غير حوايج زوينين، وكيدخلوا يسبوا يعايروا يقول لك سير ورينا ذاك الدوار ورينا. واش انا نمشي نسافر باش نوريك الدوار؟ راه اي دوله فيها دوار، واي دوله فيها دوار، ما كاش الدوله اللي ما فيهاش دوار، وما كاش الدوله اللي ما فيهاش البناء العشوائي، وما كاش الدوله اللي ما فيهاش الفقر، وما كاش الدوله اللي ما فيهاش الكاريان، ها لي غيتو. ولكن الحمد لله حنا لي بلو غران بيدون فيل ديال المغرب ما بقاوش، ماشي كنكذب ولا شي حاجه، لان يضحكوا عليا المغاربه الا قلت لهم مولاي رشيد راه ما بقاش، راه ولا مدينه سكنيه، الا قلت لهم بنمسيك، بنمسيك راه ولات جنه، والله العظيم كنمشيو نديو دري يلعبوا كره تماك في الملعب ديال بنمسيك، وكنشوف عدد الملاعب القرب اللي كاينين، وراه كنقول بحال راك في بحال راك في اوروبا. وعاد زيد كاين المسبح الاولمبي بنمسيك، وكاين المسرح، وكاين دار الثقافه، كاين المسرح، كاين كرو مسرح اللي داروا على راسو الممثل ادريس الروخ ولا هو مدير المسرح، وكذلك كاين دار الثقافه، وعاد الملاعب ولي زيسباس فير. ويقول لك واحد راه كاري ما بقاش، سيدي عثمان لا ميم شوز ما بقاش فيه الكاريان، سيدي معروف المهم داك الكاريانات الكبار ما بقاش، باقي شي كاريانات. المشكل فين كاين؟ ان دوك صحاب الكريم ما بغاوش يخرجوا لان تكاثروا، كانت البراكه فيها واحد تولوا فيها 10، ها تزوج والد وساكن مع خوه حتى هو والد، خاصو دار ليه ودار خوه ولادهم، عندهم ثلاثه ولا اربعه الدراري، براكه خصك تخرجهم منها 10 البقاعي. وهاد الدوله كتعطي الديور وكتعطي، كاين شي دوله كتعطي الديور، عندك السب الجزائر كتعطي الديور، كتعطي لي باتيمون، كتعطي في لي باتيمون، كتعطيش بقاعي في لي زاشالام، ها وما كتعطيش ملكيه، كتبقى ديال الدومين بحال لا فرونس. لا فرونس كتعطيك تسكن، كتعطيك تسكن مي الا كنتي في حاله اجتماعيه ولا، ولكن ماشي ديالك، ديال البلديه. والكرا رمزي، الكرا رمزي في الجيري داروا ديك ديال خذ المفتاح يا خويا، ها وافتح دارك بالمفتاح، هذيك راه كانت غير دعايه كبيره في ديك الثوره الزراعيه، هذيك القرى النموذجيه، وراه الناس راه كتعاني، مساكن راه مساكنين، كارير ديال ارزورا اكبر كارير، كارير ديال غير في قسنطينه كاين الف، كاين الف 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 حي قزديري، ها سيد الشحمي راه فيه تقريبا 10000 منزل قزديريه، سيد الشحمي، سيد الشحمي راه معروف وار اللي كان فيه لوبيتال بسيكاتريك. ايوا راه مات، علاش كنقول لكم اودي الافارقه هما اللي ولاو عندنا شادين لي فروج بلاتي بور لي زيفيتي نوريو غير وجهنا، فوالا هكذا احسن، لان هاد لي فروج ولاو فيهم غير الافارقه. المغرب خصو يدير شي حل معاهم، راه كثروا في، الا كانوا كيسمعوني، في شارع ولاد زيان، شارع ولاد زيان فين كيديروا المترو لي طرافو، راه كاينين تماك عدد كبير، عدد كبير نقول لك شي 100 ولا 300 واحد اللي كاينه تماك، المهم مينيموم هما جاو البوليس ديالهم هما كيتخباو. شتي هما كيتخباو، شنو هما هاربين؟ حيت هذا بصحته شو راه يمشي يخدم راه يلقى الخدمه، هذيك حتى هي تمشي تخدم راه تلقى الخدمه، شتيهم؟ ها كنشوفوا الفورغونات، هاك الفورغونات شتيها هاي، حيت كيشوهوا المنظر، ما كاين حتى مغربي، ما كاش مغاربه كيسعاو كاع، هذيك الدعايات اللي كيقولوا فهمتي، راه ما كاش مغاربه، تمشي ليها وتلقاها كذلك، غير حنا راه ما كنعيبوش فيهم الله يحسن العون، عابر السبيل، ولكن راه سير تخدم، راه كاينه خدمه في المغرب، بحال هذاك، هذاك بحالو بحال راه شتي قداش، راه كثر من دروكبه، يمشي يخدم. المهم كي قلنا لكم دابا حنا كنرجعوا دابا لي فيديو ديال الواقع، كتبقى تصور الفيديو كيحسب لنا حنا عا باغي نصوروا، خص يوميا كدير لا فيديو كيشوفوا ان داك الشيء ماشي غير واحد النهار كانت المدينه نقيه، راه يوميا هكذا، هذه الحياه اليوميه ديالنا فهمتي، الحياه اليوميه ديالنا هنا في الدار البيضاء، اللي هو خص يعرفوا المغربي ان هاد الجزائر راه ما كيعرفش المغرب، راه كيحكيو ليه، وهادو اللي كيجيو عندنا للمغرب راه ما كيقولوش هادشي اللي كيشوفوه، سواء يجيو من اوروبا او سواء يجيو من تونس، راه ما كيحكيوش، وهذا راه بين الطم
صم البوكمون لا ينطقون والو. وكاع الى سولوا فرونسي يقولوا كما تتروفي لو ماروك اه يقولوا سي باغاي كو لالجيري لا ماروك سي باغاي ها الوغ كو سي با باغاي. بحال هذاك اللي قالوا لي علاش داير ريستورون ماروكا وما درتيش سوجان، قال ما ماكله بحال بحال ماكله بحال بحال كي الماكله ديال الجزائر كي ديال المغرب. تحية بون صوف كالوشا كالوشا تحية. المغرب زين كحل العينين اه قال لك حنايا عندنا النيف. شتي الناس ما عندهمش النيف، عندهم غير لابوش. كاع الناس عندهم النيف ولكن اطول النيف كاين ديال ليليفون. الفيلو وما ادراك ما الفيلو، له ديل قصير وعقل صغير وخرطوم طويل. لا لا ماشي صورة الفيل، اعوذ بالله الشيطان الرجيم. قال لي اسلام صورة الفيل، هذا الفيل هذه الفيل. شكون اللي عنده شكون اللي عنده لو بلو غون لا بلو غون لو بلو غون لا ترومب؟ شكون؟ ليليفون. وكاين واحد واحد اخر اجي منا باش تعرف عليه. السيربون. لا طلعت 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 طلع. شوف هنا شوف هنا نقولوا باش تعقل عليه. ماشي لو سيربون، لو سيربون راه شتي هو كلوني. لو فورميلي عرفتي لو فورميلي؟ ايه لو فورميلي. وقف وقف قول لهم شكون هو لو فورميلي، شنو كيدير لو فورميلي؟ سي كوم باش كيعيش دو كوا يل مونج؟ يل مونج دي فورمي. برافو. منين كيجبدهم؟ كيجبدهم من لوني ديالهم. من لوني كيجبدهم بلوني ديالو كيدخلو في الارض وكيجبد النمل. لو فورميلي، لو فورميلي عنده واحد النيف طويل كيستعملو يستعملو باش باش غياكل باش ياكل. والنيف ديال ليليفون باش كيستعملو؟ بالاخر. باش اشنو كيدير بالنيف ديالو؟ لا تخوف كيشرب كيشرب. شنو يدير الاخر؟ ويرش راسو كيرش بحيث الشر كيشرب ويهز بنادم يركبو عنده فوق ياك يبورت لي جون. وشنو هو زوين النيف ديال ديال ليلو؟ وما هو اللي طويل النيف ديال ديال ليليفون ولا ديال ديال الانسان؟ بيان سيغ كليليفون بيان سيغ. هو هذا قال لك عندهم النيف. ميزوماج ايزنزارن. وما تنساوش أودادن، وما تنساوش الشامخ، ما تنساوش العازفين اللي حي الله يطول عمره واللي مات الله يرحمه. دونك هاد لا جينيراسيون هادي هاد لي جينيراسيون الجيريان كيعرفوا المغرب غير عبر المواقع، وعبر المواقع هي اللي خدامه عليها الجزائر. هي جاه مزيان خدمه مزيان باش كيشوف باش باش مازال الاسلام كيكبر غادي نعطيو ليه ان كونسيبت يشدو ياك. انا من دافع الدافع على المغرب. اه ما تقولش بشوية صافي. دافع على كل شيء صافي الجيري صافي الجيري. داكور. هادو انا بغيت نقول يوتيوبر يا سيدي. ها وقف وقف قول لهم بغيت نكون يوتيوبر يا سيدي. اي يوتيوبر ان شاء الله. وما تقراش؟ نقرا. ها تقرا يا صافي في بيان. هاد لا جينيراسيون هادو ما كيعرفوش. وكي قلت لكم تو طالور الجزائر كتلعب بزاف على على لي ريزو سوسيو. وكنقولها ديما كنت كنقولها دي بوندون دي زاني كنقول لكم اودي لو ماروك نا جامي المغرب ما عمره عمره استغل الاعلام ديالو باش يبين الجزائر كيفاش دايره. ماشي يدير الدعايات يقول غير الحقيقه على الجزائر، لان دوله دوله الجزائر دوله اكذوبه سي لي بوفونتاي بوعو سميتها بالعربيه ديك نهار تعطوني السميه ديالها الفزاعه. الفزاعه ديك اللي كيديروها في الداليا وكيديروها في الجنانات سي ان ايبوفونتاي بور فير بيغ او زوازو والزرزور باش ما يجيش ياكل القمح لي غران لي غران لي بوفونتاي. تيكوني لي بوفونتاي اون اسكو واه جي جي قول فين يكونوا لي واسكي اون تروف لي بوفونتاي فين لقاوه؟ لي بوفونتاي كنشوفو اون ميليو دو جاردان. Un champ, un champ, les champs, les champs. Jardin, grand jardin. Champ de blé. Un champ de blé, par exemple, un champ de graines d'oiseaux. Ah, des graines. Dalia, Dalia, les vignes. Fin qu'il y a l'arnab. Regarde, fin qu'il y a l'arnab, fin qu'il y a chez Mekla à la barra. وكيديروه كيديروه حتى من يكون من يكون الفلاح يزرع. اسي سا لو مارش با اون في دي زينورم دي زينورم ايبوفونتاي نديروهم كبار. سا لارجيري سي ان انورم ايبوفونتاي. ها غير كايبوفونتاي كيتقرب لي ايبوفونتاي اسكو بو بوجي؟ وي نو نو اسكو بو سو ديفوندر؟ نو دونك ليبوفونتاي
ne peut ni attaquer ni se défendre. L'Algérie, c'est un épouvantail. Alors, ma canaïrge. وكتفرح الشعب ديالها كتقول لها نحن القوة الوحيدة في المنطقة نحن القوة الضاربة في المنطقة ونحارب الإرهاب وحتى ما يسمى العدو الكلاسيكي الجزائر دولة عظمى عظمى واش عظم ولا عظم ديال المشماش ولا عظم ديال المهم هاد الشباب ديال الجزائر اليوم عجبها هاد الحرب الالكترونيه هاد الحرب ديال سات كاغ ديال لي ريزو وهاد القضيه ديال الزليج وهذاك الشيء باش يحميو الطر لان الجزائريين الحقيقيين لي فري الجيريان دوتي دو سيرفو دوتي ديسبري دو ريفليكسيون et de déduction et d'analyse. D'esprit de fou. Les autres, ceux qui ne raisonnent pas, c'est vrai. Donc, Hado, qui a fait ce que je veux dire, je veux dire, je veux dire, voilà qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a des chourjots, ils voulaient des traîtres quand il y a une guerre de propagande. Ou à dire que l'on a dit la propagande de la Maghreb, qui est ma intra-tra'in. Qui est ma tra'in. Donc, ils sont en fait de l'hamela d'yalom. ديال مهاجمة المغرب وداروا انا القبيله شتوا في سيريوتيب واحد خينا كيهضر على تلمسان داروا مؤرخ خاص بتلمسان لان تلمسان هي العقده ديالهم لان كان فيها المغرب كل ما هو مغربي فهو عقده وبدا يهضر للزيانيين وكذا والزيانيين والمارينيين ما كانوش والزيانيين غلبوا المارينيين وجروا عليهم ومشوا حتى الفاس وبدا يحكي شي حكايات ودخلوا لي كومونتير تحيه الجزائر وتحيه كذا وتبارك الله عليك وانت مؤرخ ديالنا وحنا فخورين ومدينه تلمسان فخوره بك بحيث كل شيء كذوب ولكن جاب لهم داك الشيء اللي يرضيهم ما يطلبه المستمعون ما عطاهمش التاريخ الحقيقي ما قالهمش ادريس الاكبر والقصه ديالو والسليمانيين وكيفاش جات لاكادير تماك وكيفاش المنصوره وكيفاش يوسف بن تشافين وشنو دار يوسف بن تشافين دونك كيقريهم ما يرضيهم وهذا الجيل كله لا يحب الا ما يرضيه والذي يرضيه هو السبان ديال المغرب والصغير المغيري ها والمغاربه وحنا اوني لا بور اكسبليكي ربما بعض الجزائريين يمشيو فعلا يقراو التاريخ يقراو عند الاسبان يقراو عند لي فرونسي يقراو عند لي زاميريكان يقراو عند المستشرقين ما يقراوش عند هادو ديال بعد بومدين هادو اللي من بعد بومدين بخروبة كلهم مشريين كلهم خداو الفاريزات باش يزوروا التاريخ لان الجزائر خدمت بزاف على الكتب المزوره خدمت بزاف من عهد علاش باش تمحي الثوره الحقيقيه ديال الجزائر تمحي الثوار الحقيقيين ديال الجزائر تمحي الشهداء الحقيقيين اللي شاركوا في الثوره الجزائريه وتقتلوا من طرف فرنسا وتمحي الخونه درك على الخوانه كاملين اللي كانوا مع فرنسا اللي ولاو يحكموا في البلاد وتبين تاريخ جديد يلائم هاد السلطه الجديده اللي نزلت عليهم كتسمى لي كلون دو وجده وانا كنسميهم لي كلو غوي دو وجده المسامر المصدين ديال وجده اللي جاوا لوجده هذا هو اللي بغيت نقول لكم دابا بالدارجه وهذا الميساج ديالي كيقراوه كيسمعوه الجزائريين وكنقول لكم واحد القضيه عدد المتتبعين من الجزائر عشرات المرات اكثر متتبعين من المغرب الاعيين كنحييكم وتبارك الله عليكم ما نقول لكم لا بارطاجي ولا لايكيو حيت انا ما عنديش تفاعل خليوني غير هكذا بارك علينا هاد الاصدقاء اللي كنشوفهم ديما بحال حداوي بحال افكير بحال موغا بحال هادو هما اللي كنشوفهم ديما بارك عليا اما انا عارف هذا البرنامج ديالي ما عندها ما لا خصهم شي حاجه ديال تيروبا سكت ماشين تبارك الله عليكم الى اللقاء ما هذه الا حقيقه تبارك الله عليكم وشعارنا الخالد ماشي نحن عياشه كنقولوا عاش الملك وانتم قولوا تحيه 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 ويحيى يحيى بوخروبا يحيى قايد صالح واخا موتى يحيى الشهداء يحيى كذا وخلونا حنا نقولوا عاشه يحيى هي عاشه وتحيه هي عاشه فهمتي أزول سي حداوي إبراهيم شكرا لكم شكرا للمتفاعلين اللي كان وليت كنعرفهم ولاو عائلة ديالي كنشوفهم ديما
شكرا لهم فهمتي. الجزائر تحيا، بومدين تحيا، قدافي تحيا، كاع كلشي تحيا اللي ضد المغرب. حنا نقولوا عاش الملك، عاش مولاي السلطان، حنا نقولوا عاش، نقولوا ما تحيا بحال بحال. فيف لو غوا، فيف بوخروبه، لا ميم شوز، لا ميم اكسبليكاسيون. بغا يقولوا لنا عيا، انتوما تحياها وحنا عياشا، وعاش العياشا، وانتوما تحيا الحيا تحياها، صافي؟ ورحنا ماتش نيل، صافي؟ انتوما تبغيو بلادكم وحنا ما نبغيوهاش اصاحبي، ها؟ انتوما تقولوا تحيا الجزائر وحنا ما نقولوش عاش المغرب، ها؟ انتوما قولوا تحيا الجزائر، نقولوا حنا عاش المغرب، قولوا تحيا تبون المغبون، وحنا نقولوا عاش الملك. ودابا شوف الدعايات اللي كديروا، المغرب عمر دار شي دعايه على تبون، قال مات ولا شي حاجه، وانتوما الملك مات، ها فلان مات، ها قتلوها، داريها لعبها، انقلاب، كاع داكشي ما كتحشموش، لان لعبه فيسبوكيه، لعبه ديال لي ريزو فيرتيال، ما كاش لعبه واقعيه. اذا نبقاو في تحيه، تحيه ابو خروبه، تحيه تبون، تحيه الجيش الوطني الشعبي، تحيه لا دي ار اس، تحيه خالد نزار، تحيه العشريه السوداء، تحيه اللهم دوم وطول عمرهم، اللهم دوم وطول عمرهم، تبون اللهم طول عمره وطول عمر تبون، وطول عمر الجيش الوطني الشعبي، وطول عمر خالد نزار، مول 250 الف مدفون. علاش ما كنسولوش على الجثث ديال، علاش ما كنسولوش على الريوس ديال سميتهم لي كخان الجماجم، علاش ما كنسولوش على الجماجم ديال، الجماجم ديال 250 الف اللي دفنها تحت المسجد الاعظم خالد نزار، خالد النزار اللي دفنها ومدينته، علاش ما كنسولوش فيهم؟ والله جزائري ما يقدر يدوي على 250، بالرب العظيم يهضر الى ذاك الراس ديالو، الراس ديالو. داير انا كنقول لك واحد القضيه، هي من ناحيه المجاز، الجزائريين كلهم ولاو كيلبسوا لي كوش، لان ديما كتشدهم لا دياري بالخلعه، يشوف غير على السكري، رط رط، ديما لا دياري، لا دياري، لا دياري ياما، لا دياري ياما. كلشي كيدير لا دياري، والله العظيم الى نصف الحبس غير بدعل بالفيسبوك، يدير غير لايك شي مغربي مشى فيها، خاصو الدوبل كوش. دابا كاين، دابا كاين تماك، دابا في القون، في الامن القومي وفي الاستراتيجي ولو ماغازين استراتيجيك، الخزينة ستوك، ما ستوك استراتيجيك، راه فيه حتى لي كوش، اتونسيون حتى لي كوش دايرين ستوك استراتيجيك، قدام غدا تنوض شي حاجة وتقطعوا لي كوش ولا يخرف سروال و ها؟ ما كايناش، هذا واقع، راه ماشي عيب، كنقولوا الواقع. واحد قال لي راه كتهضر بحال لي فوايو، وراه نتوما دي فوايو، ونهضروا بحالكم ونجاوبوكم بحالكم. باي باي، باي باي، اجي منا، قول لهم باي باي، باي باي، وقف وقف وقف، باي باي، باي باي، باي باي، يلاه السلام عليكم، بارك الله عليكم. لو ستوك استراتيجيك الجزائريين تهلاو فيه، لي كوش غادي يتقطعوا ديالكم وديال الاخر، كلشي خواف، كلشي كيخاف، ما كانش اللي يقدر يدوي على 250 الف ديسباري، ما كانش. ودي فاضحين الملك محسن الثاني كيقتل مجرم، قتل كذا، قتل بن برقه، قتل افقير، قتل كذا. هضروا لي الجزائريين، حيدوا لي كوش وكونوا رجاله ونساو المغرب، حيدوا لي كوش، راه لي كوش راه دايره حاله تماك، علاش كيبان لي الزبل في وهران، الشوارع كلها عامره بلي كوش كامله، غيدوز حدا شي باتروي ديال الميليتار، الا ما دارش لي كوش مشى، كلهم كلهم. والاغتصابات في الحباسات، والاغتصابات في الحباسات، اللي شدوه يترماتيزيوه، وكيقول لك الملك ديكتاتوري والمغاربه كيخافوا من الملك، والله ما كيخافوا بالله، المغاربه المغاربه والله لا قدرتي عليهم، تفرض عليهم المغاربه، تفرض عليهم حتى شي حاجه، مستحيل تقريت شامبو فلي فلاب ديال كادوريسا. تبارك الله عليكم، وعاش الحريه المغربيه.